بدوره أكد حزب الله في بيان له التصدي لمحاولات تقدم قوات إسرائيلية عند بوابة فاطمة الحدودية مع إسرائيل، تصدى بالقذائف. كما أعلن الحزب في البيان أنه قصف مدينة طبرية في شمال إسرائيل بالصواريخ. وكان الحزب أكد أنه استهدف فجر اليوم تحركات للجيش الإسرائيلي في مسكاف عام وتجمعات لهم في موقع حنيتا العسكري بقذائف المدفعية، متحدثا عن تحقيق إصابات وصفها بالدقيقة. من بيروت معنا مفادتنا ليال سعد. ليال، نوجز معك آخر التطورات الميدانية في الساعات الأخيرة. كارولينا، قبل الخوض في تفاصيل الميدان سأبدأ من الخبر الذي ذكرتيه بشأن ما تحدث عنه الجيش الإسرائيلي بتهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية السورية. وفي هذا الإطار قام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالاتصال مع قائد الجيش وأيضا مع المدير عام للأمن العام، مطالبا إياهم بالتشدد جدا في الإجراءات الأمنية عند حدود المصنع، أي الحدود عند المصنع أي الحدود اللبنانية السورية، للتأكيد بعدم مرور أي أسلحة، وذلك بعد المزاعم الإسرائيلية عن استخدام معبر المصنع لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان. وأتى الرد من قائد الجيش جوزاف عون أن هناك تشدد أمني كثيف على المصنع وأن هذه المزاعم أو أقله لا يتم تمرير أي من هذه الأسلحة. هذا فيما خص تمرير أو استخدام نقطة المصنع لتمرير الأسلحة القتالية. بالنسبة للمستجدات ميدانية، حزب الله حتى اللحظة أعلن عن تنفيذ 19 عملية. نحن نتحدث لا تزال الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت بيروت، وبات عدد العمليات 19 عملية. مثلا يوم أمس كنا قد شهدنا على 27 عملية، وكان رقما غير مسبوق أو غير معهود لعمليات حزب الله. هذه العمليات بمعظمها أتت باستهداف تجمعات لجنود إسرائيليين أو تمركزات لهم، إن كان في أفيفيم وسعسع شوميرة وحنيتة ومسكف عام وغيرها. وإحدى أهم أو لعل أبرز العمليات هي التي تحدثت عنها، وهي على بوابة فاطمة بمحاولة لتسلل جنود إسرائيليين. وأيضا كان هناك عملية أخرى التي أعلن عنها حزب الله باستهداف قوة مشاة إسرائيلية كانت تحاول التسلل باتجاه بلدة مارون الراس، وقاموا بتفجير على حد قول حزب الله عبوتين ناسفتين بهذه القوة وأصابوا إصابات مباشرة. وبالتالي حزب الله حتى هذه اللحظة لا يزال يتصدى لكل محاولات التسلل من مختلف المناطق، إن كان كفركلة العديسة، إن كان بوابة فاطمة، وإن كان أيضا مارون الراس. أيضا حزب الله أعلن أنه قصف مدينة طبرية بصلية صاروخية، حيث دوت صافرات الإنذار في الجانب الإسرائيلي. أيضا فيما خص الميدان، وزارة الصحة خرجت بحصيلة جديدة لقتل غارة الباشورة مساء أو فجر أمس، ليصبح عدد القتلى 9، في حين هناك 14 جريحا. وتقول وزارة الصحة أنها تخضع الجرحى القتلى لفحوص دي ان اي للتاكد، او هناك اشلاء يتم فحصها بفحوص الدي ان اي لمعرفه الى من تعود هذه الاشلاء. وبالتالي كان هذا الاستهداف هو ضخم جدا، الاعنف على العاصمه بيروت منذ مطلع هذه الحرب. ايضا في السياسه لابد من الاشاره الى ان رئيس مجلس حكومه تصريف الاعمال يستمر في اتصالاته الدبلوماسيه بمحاوله لتهدئه هذا التصعيد والوصول إلى حل على قاعدة 1701. وطبعا يجب أن لا ننسى أيضا الحراك الرئاسي بهدف انتخاب رئيس للجمهورية الذي يقوم به كافة القوى السياسية وعلى رأسهم أو بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري. هذا فيما خص أيضا السياسة. فيما خص آخر مستجدات النزوح، أعلن الاتحاد الأوروبي منذ وقت قليل تقديم مساعدة إضافية للنازحين في لبنان بقيمة 30 مليون
مليون يورو. حركة النزوح تزداد تباعا، عندما تدخل مناطق جديدة في دائرة الاستهداف تزداد هذه الحركة، حركة النزوح. مثلا يوم أمس كنا قد شهدنا حركة نزوح قوية جدا من منطقة الباشورية بعد استهدافها للمرة الأولى، هي المرة الثانية التي يتم استهداف منطقة خارج الضاحية الجنوبية لبيروت. يوم الاثنين كنا قد شهدنا على استهداف منطقة الكولا بالقرب من جسر الكولا، وأمس أو فجر اليوم شهدنا على استهداف منطقة الباشورة أو الخندق الغميق، وتحديدا كانت مركز للهيئة الصحية التابعة لحزب الله. وكل القتلى حتى هذه اللحظة هم من المسعفين بحسب ما تقول وزارة الصحة. أيضا أشير إلى نقطة أساسية عن التحذير الذي صدر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، تحدث منذ نحو ساعة، أرسل بتحذير لسكان مناطق الجنوب، بلدات جنوبية عدة، وقال إنه سيتم استهداف هذه المناطق ومبان يستخدمها حزب الله لتخزين الأسلحة على حد قول الجيش الإسرائيلي. سأوجز هذه البلدات سريعا، يتحدث عن الخرايب، أرزة، زرارية، عدلون، انصارية، مزرعة دير تقلى، مزرعة الواسطة، دوير الشرقية، كفر رمان، النبطية الفوقة، منزل حبوش، الحمصية، بيسرية، السكسكية، كفر تبنيت، أرنون، زوطر الشرقية وزوطر الغربية. ونحن نتحدث بالتالي عن عدد كبير من القرى الجنوبية التي كانت حتى هذه اللحظة لا تزال مأهولة بالسكان، ولكن طبعا في أعقاب هذا التحذير سنشهد على موجة نزوح إضافية عندما بات عدد النازحين من مختلف المناطق اللبنانية الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية كما المناطق في بيروت المستهدمة ضمن العاصمة أو بيروت الكبرى يتخطى 1,200,000 نازح في قدرة استيعابية محدودة جدا للدولة اللبنانية. كارولينا، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والمعطيات نقلا من بيروت موفدتنا من العاصمة اللبنانية. ليال سعد. ويطرح بدء العمليات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان بعد إقرار الجيش بمقتل 8 من جنوده بينهم 3 ضباط وجرح أكثر من 30 آخرين، يطرح تساؤلات بشأن تكلفة هذه العمليات، وهل تلجأ إسرائيل إلى عمليات استهداف دقيقة دون التدخل برياً؟ صادمة كانت خسائر الجيش الإسرائيلي في أول التحام له في النقطة الصفر مع مقاتلي حزب الله جنوبي لبنان منذ حرب عام 2006. فبينما سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء وصور 8 عسكريين من بينهم 3 ضباط من وحدة إيغوز بالقوات الخاصة ومن لواء جولاني أحد ألوية النخبة في الجيش الإسرائيلي قتلوا خلال الاشتباكات، أشارت تقارير صحفية إلى حصيلة أكبر تتكتم تل أبيب عن كشفها، فيما ذكر مركز زيفا الطبي الإسرائيلي في مدينة صفد استقباله ل 39 جنديا مصابا وصلوا بواسطة المروحيات ومركبات الإسعاف العسكرية. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي وتعليقا منه على مقتل عسكري في جنوب لبنان فأقر بأن بلاده تخوض حربا صعبة، كمائن موت عند الحدود، هكذا بدا المشهد في اليوم الأول للمعركة البرية. مقاتلو حزب الله وبالرغم من الغطاء الجوي الإسرائيلي على المنطقة استطاعوا نصب كمائن للقوات المتوغلة في 3 نقاط اشتباك عند الحدود، فمجموعات حزب الله المنتشرة في المنطقة لم تغادر موقعها رغم تعرضها للقصف والمطاردة الجوية، وهذا ما ذكره الإعلام الإسرائيلي عندما أشار إلى أن البلدة التي تعرضت فيها القوات الإسرائيلية إلى كمين العديسة كانت قد تعرضت ل 650 غارة خلال الشهور الماضية، نتيجة يرى كثيرون أنها ستفتح الباب أمام تعديلات ضرورية لخطط تل أبيب في العمليات اللاحقة، فيما يرجح محللون أن تفضل إسرائيل بعد خسائرها عملية الاستهداف الدقيقة دون التدخل برياً. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يواجه عدواً صعباً ومدرباً جيداً في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن القتال يدور فوق الأرض وتحتها حيث توجد بنية تحتية عمرها عشرات السنوات. كما أوضحت الهيئة الإسرائيلية أن التضاريس في جنوب لبنان لا تخدم قوات الجيش الإسرائيلي وهي أعقد من قطاع غزة حسب قولها.